نبدأ من الرباط، وهذه النشرة التحذيرية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية. العديد من مناطق المغرب يرتقب أن تشهد غدا أمطارا عاصفية محليا قوية. وتوضح المديرية أن أمطارا عاصفية ستهم غدا الثلاثاء ما بين الساعة الثانية وبعد الزوال ومنتصف الليل أقاليم أسمارة وأسزاق وطاطا وفيقيق وزاغورة وورزازات وميدلت وتنغير الراشدية. وهذه الأمطار العاصفية قد يرافقها محليا سقوط برد وهبوب رياح قوية، ويتوقع أن يتواصل هذا الطقس المضطرب حتى يوم الأربعاء بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والمناطق الوسطى.